السلام عليكم، اليوم بسوي معاكم أسهل وأبسط كوكيز. نبدأ بالمقادير. في وعاء أضيف خليط الكيك، أضيف عليه البيض والزيت، أقلب المكونات لين ما يمتزج معانا. بعدها أدخلها الثلاجة تبرد لمدة 15 دقيقة. بعدها أطلعها وناخذ قطعة من الخليط نفردها ونحشيها بالشوكولاتة، بعدين نكورها ونرصها بالصينية. وأدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 7 دقائق. بعد ما نطلعها من الفرن نخليها تبرد وتتماسك. وبالهنا والعافية عليكم حبايبي. لا تنسوا تسووا لي لايك وشير وسبسكرايب.